اليوم حنا حاضرين في هذه الوقفة الصامتة أمام البرلمان لنودينا طبعا تصريحات ديال وزير العدل اليوم، ولنعبر أيضا عن استمرارنا في هذه المعركة العادلة فيما يخص الامتحان المذكور. اليوم الوقفة ديالنا جات بالموازاة مع الاجتماع ديال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اللي تتم في هذه الأثناء داخل مجلس النواب. حنا حاولنا البارح أننا نحيطوا وننوروا جميع الفرق البرلمانية اللي دعات لهذا الاجتماع بالتفاصيل ديال واقعة فضيحة الامتحانات. حاولنا أيضا أننا ندعوهم انهم يدفعوا بتشكيل لجنه لتقص الحقائق في اقرب الوقت، لانه ما يمكنش هاد الواقعه تمر مرور الكرام، خصوصا واننا مؤطرين بالوقت ديال الاجتياز الشفوي اللي تم تحديد الوقت ديالو سلفا. بخصوص تصريحات ديال السيد وزير العدل، هي وللاسف كسابقاتها تصريحات غير معقوله وتصريحات غير مسؤوله وتصريحات لا تناسب وزيرا يحمل حقيبة وزارية اللي حساسة ومسؤول على منظومة العدالة بالمملكة. انه السيد الوزير تقول انه احنا مجرد كمشة. السيد الوزير لو كان غير يعني فقط متضرر واحد ولا جوج ديال الناس ولا ثلاثة، انتم ملزمون بانكم تفتحوا تحقيق في الموضوع، لانه ما كاينش دخان بلا نار، وما يمكنش نجي ونبداو نعطيو واحد المجموعة من الادعاءات كيف ما سميتيها، إلا كان عندنا فقط شك ديال 1% انه هذا الشيء ما كاينش ما غاديش نهضروا عليه، لانه عندنا حياتنا، عندنا دراسات عليا اللي تنكملوا، عندنا مجموعة من الامور اللي تابعنا، ما يمكنش نضيعوا وقتنا من اجل معركة اللي بالنسبة لينا حنا غير عادلة. المعركة بالنسبة لنا عادلة، والأدلة والحجج اللي تنقدموا منطقية. يكفي فقط سيد الوزير أنكم تهبطوا من ذاك البرج العالي وتسمعوا لنا، وأعتقد أنه في قرارات نفسكم أنتم تقرون كيف ما قلتوا اليوم أنكم خرقتم القانون بأنكم سجلتوا الناس قبل يوم من الامتحان. كيف يعقل سيد الوزير أنه ناس اللي دفعوا التظلمات وتسناوا 7 أيام باش يلقوا الأسماء ديالهم في اللوائح النهائية، وأنا وحدة منهم، ضاع لينا وقت وضاع لينا بزاف ديال الحوايج باش نلقاو اسماءنا وباش ندوزو واحد الامتحان ديال واحد المهنه اللي حنا تنامنوا بها واللي درنا اللي قرينا باش من اجلها ونهضرنا من اجلها. كنبغي نوجه الشكر الجزيل لوزير العدل على هذه الخرجات الاعلاميه غير المحسوبه والتي يخول لنا من خلالها الشرعيه باش نزيدوا نناضلوا على الحق ديالنا، وكيشعل الشراره ديال النضال في الدوات ديالنا. لذلك شكرا لك. السيد وزير العدل اليوم خرج بافتراءات وبأكاذيب ككل مرة، يفتري ويكذب على المغاربة ويتوعد الأخ ديالنا مراد الشقار بالسجن. لذلك كنبغيو نقولوا من هذا المنبر أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء وعضوات اللجنة الوطنية لضحايا الامتحان الآلي المزود مهنة المحاماة أننا نعلن تضامننا المبدئي والنهائي واللا مشروط مع الأخ ديالنا مراد الشقار، وأن ما يمسه سيمسنا. لذلك نقول ان السيد وزير العدل باختصار شديد، والله لا تفكينا معك، والله لا تفكينا معك، قسما بالله العظيم لا تفكينا معك حتى وان كان فيها الموت، لان الموت اهون علينا من الابتسامه ديالك وانت كمنتصر بداك الاستفزازات ديالك. التاريخ بيننا، وهذا الاسبوع غيكون برنامج نضالي يعني تصعيدي لم يشهد له مثيل السيد وزير العدل، باش نبينوا هاد الكمشه اللي حقرا اشنو غادي دير ليه ان شاء الله. لذلك عمره السياسي قصير وقصير جدا. وغنمشيو مع انا احنا شوف احنا دابا احنا شكون؟ احنا شباب مغربي الفقراء، احنا البطاله. احنا اللي قرينا وما درنا والو، ياك؟ اشنو غنخسروا اكثر؟ شنو غادي نخسروا؟ غنمشيو للحبس؟ غنمشيو لسجن صغير؟ احنا اصلا في سجن كبير. ديال البطاله وديال التهميش وما الى غير ذلك. لذلك راه قسما اشوف ما نبقاش ندوي باللغه العربيه ولا بالفصول ولا كذا. انا والله لا تفكينا معاه. والله لا تفكينا معاه. والتاريخ بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الوغ سويت التصريحات ديال الزملاء ديالي اليوم، كنقول للسيد الوزير هاد الكمشه هادي راه مازال واقفه اليوم، انا هاد الكمشه اليوم دايره واقفه صامته، هاد الكمشه ما غاديش تنازل، هاد الكمشه كلها ثقه وعزيمه، هاد الكمشه ثايقه في القضيه ديالنا. والتصريحات المستفزه ديالك السيد الوزير وهاد الاسلوب تهديدي
اللي اليوم واجهناه ما هو الا كيزيد من العزيمه ديالنا وكيزيد من ان يبين اننا على صواب وعلى ان القضيه ديالنا عادله وعلى اننا غادي نربحوا. وكنعاود نقول ان الاجراءات القانونيه ديالنا كامله درناها وهذه السيمانه غينزلوا مجموعه من الدعوات من الدعوه للمحكمه الاداريه، وكذلك ان شاء الله النضال ديالنا لا زال مستمرا وغادي ان شاء الله نوصلوا للمطالب ديالنا. وكنعاود نقول هذه الكمشه لن تتنازل ولن تتراجع عن امرين جلالين كهذا، وحنا نازل القانون وعارفين القانون شنو كيقول وتيقف في نزاهه القضاء. وشكرا بزاف للصحافه اللي كتوصل الصوت ديالنا، وشكرا للشعب المغربي اللي دعم وليداتو اللي بغي نقولهم هذا المنبر. مادام الشعب المغربي دعما لشبابه فلا خوف عليه، وبغي نقول الشباب من هذا المنبر فرانتوما ولات عندكم مسؤوليه اليوم كبيره، خصكم تساندوا هذا الوطن ديالكم وخصكم تحاربوا هذا الفساد. ونبغي نوصل ميم رساله للحكومه والبرلمان والسيد الوزير، لو خصمتوا التهديدات ديالكم وهذه التصريحات المستفزه فنحن شبابا صبورا جسرا لا جسورا لا يقهر. وشكرا.